صباح الخير، اهلا بكم الى نشرة احوال الطقس. خلال هذه الصبيحة الاجواء تبقى مستقرة صافية الى مغشات جزئيا على المناطق الشمالية الوسطى والغربية، لكن تشهد المناطق الشرقية اضطرابات جوية. بالنسبة للمدن الجنوبية ايضا تبقى السماء صافية مستقرة. خلال صبيحة هذا اليوم درجات الحرارة الدنيا ستصل الى 23 درجة بمنطقة هند، 21 على أدراس، 6 درجات فقط كان مقياس بالجلفة، 7 درجات على مرتفعات الأوراس إلى مناطق الهضاب العليا الشرقية كقسنطينة، سطيف، برج بوريج، على تبسة، قلمة أيضا وسوق هراس، 9 درجات بعنبة، طرف القال، 11 بالعاصمة، 12 بوهران، 26 درجة ببرج بجي مختار و25 درجة بعين قسام. حالة البحر، سيكون البحر عموما مستقر إلى قليل الاضطراب على السواحل الشرقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 30 كيلومتر في الساعة، في حين لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والغربية. المعلومات الفلكية، وقت غروب الشمس لهذا اليوم سيكون على الساعة 7:36 دقيقة. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.